امبارح اكلنا تسقية بزيت، هذا هو فطورنا. والله ما بقدر اطبخ، مو قدرتي اطبخ، والله مو باستطاعتي اطبخ. الخضره غاليه، كل شيء غالي، الفاصوليه اليوم حقها بلاوي، حقها 17,000 ليره بيقولوا الكيلو تحت صارت غاليه. الفول الاخضر ب 4000 وب 4500 الكيلو غاليه، البطاطا غاليه، الخضره غاليه، كل شيء غالي غالي. يعني الخضره بانواعها بشكل عام، بشكل عام كل شيء انواع الخضره غالي بشكل عام. والتجار عم بتولع بالاسعار، عم بتولع تولع. وهلا رمضان مستغلينه بالغلاء، هذا شهر الاستغلال، بدل ما يرحموا العالم ويراعوا ويرحموا مشان الدرويش ياكل، بالعكس عم يغلوا بطل عشره، عم بيحطوا اضعاف الاضعاف. لكن البندوره غاليه، الفاصوليا غاليه، الخضره غاليه، الخيار، الخيار في حدا ما بيقدر يجيب خيار؟ ما في غالية، الفليفلة غالية، كل شيء غالي. والله ما فوتت شيء، يا حرام علي، يا حرام علي ما قدرت اجيب شيء، يا حرام علي ما جبت شيء. والله اول يوم اكلنا تسقية، تسقية وما بتسند وما بتشبع. تسقية برغل، تسقية برغل محمص حاف، برغل حاف حاف، بس بتحمصه وهيك برغل حاف، برغل حاف. والله الدواب ما بياكلوا، والله والله صفينا مثل البقر. والله عم بقول لها مرتي انا بنشبه البقر، قالت لي ليش بنشبه؟ قلت لها لانه هن بياكلوا برغل رحنا بناكل برغل، اما غير شيء ما بنقدر ناكل. الدجاج ما بنحسن نقرب عليه، بتعرف قديش كيلو الدجاج؟ ب 23 وب 25 والمصدوره ب 27,000. والله وصلت ل 30,000، والله لاني ما بجيبه انا ما بعرف، بس عم بقول لك وصلت ل 30,000. ما عم نجيبه نحن، ما عم نجيبه، يعني كل يوم بسعر، كل يوم بسعر، كل يوم بسعر. هلا عم بيقولوا سمعت انه وصل ل 30,000 الدجاج، صدوره صدوره الدجاج. عم بقول لك كل شيء غالي. اللحمه وقت تسترجي تقرب عليها، والله ما عم ياكل اللحمه غير الغني، والله ما عم ياكل اللحمه غير الغني. الدجاج ما حدا عم يفوته على بيته الا الغني، اما اللي مثل حكايتنا نسيناه الدجاج، نسيناه نسيناه. احلف لك يمين هذا المصحف عندك مصاحف، وحياه المصحف وكلام الله، نسيت طعمه الدجاج، نسيناه. والله العظيم قالت لي مرتي وابني الصغير وكنتي، لك دوينا دجاج وكلنا نسينا طعمته، نسينا طعمه الدجاج. طبخ ما عم نقدر نطبخ مثل العالم والناس. وانا مرتي مريضة، انا مرتي اسمع، انا مرتي مريضة محا السكري. اول امبارح شليت مرتي ووقعت وارتفع محا السكر ل 650. انت بتعرف انه انا مريضة مرتي بالسكر، محا السكري ارتفع محا ل 650. طلبنا لها اسعاف فورا، جبنا اخذنا على المستشفى، حطوها بالسيرون، علقوا لها هون سيرون هون سيرون، وعطوها ابره واكسجين وحطوها بالاكسجين لحتى رجع طبيعي، نزل شوي السكر لحتى، وعطوها ادويه دهن لقدرنا نرجعها. ومنعوها عن الصيام، قالوا لها ممنوع ممنوع منعا باتا تصومي. طيب اذا قلت لها لا تصومي لا تصومي.